كل يوم في صعيد مصر وفي المملكة وفي الخليج وفي فلسطين وفي السودان كل يوم طلع المهدي. ظهر المهدي، لا ما طلع، وفي المغرب هذيك اليوم لسه مالو شهر، لا ما طلعش مهدي حطوه في السجن، فر المهدي. هذا كلامي أنا، ما قلتش إيه فر المهدي يعني مهدي الشيعة وبعدين ظهر، ما قلت هيك، قلت ظهر المهدي فر المهدي، لا مهدي مسكوه. والحين في واحد اسمه محمد ناصر اليماني في اليمن والمهدي، وشيء عجيب ما شاء الله، عنده لغة عربية وعنده تعبير وعنده فقه وفهم من أتعس ما يكون، شيء يعني مضحك، مضحك مضحك جدا يا إخواني. فأنا قلت في خطبة المهدي بارك الله فيكم أجمعين وهداني وإياكم إلى صراطه المستقيم، قلت أركان الإيمان، أصول الإيمان، كل مؤمن ومؤمنة يحتاجها الآن وهنا، وهي مبررة، والحاجة إليها تبرر الإلزام بها، ولا يجوز أن يخلو منها مؤمن ولا أن تغيب عنه. لذلك هي الأركان، وبفضل الله الأمة بسنتها وشيعتها وزيديتها وإباضيتها ومعتزلتها وإلى آخره كلها متطابقة متسالمة على تقرير هذه الأصول، لكن للأسف بلاؤهم من أن بعضهم يأبى إلا أن يزيد عليها ويزيد فيها للأسف، حتى يخرج من لا إيه؟ من لا يطابق هواه هواه من دائرة الإيمان. حسبنا كتاب الله، أركان الإيمان في كتاب الله كلها مبررة. أما أن أؤمن بأن عيسى سيعود، المهدي سيظهر، الدجال حينزل، يقتل أو لا يقتل، كل هذا لا علاقة له بأصول الإيمان، لا أحتاجه. تعرفون لماذا؟ أنا يمكن أن أموت الآن، لا حاجة لي بهذه القضايا كلها أصلاً، ما حاجتي أن ألزم إيمانياً بأن أؤمن بأنه في آخر الزمان، ليس في زماني الآن، مر 1400 سنة وأكثر طبعاً، وثلث القرن، والدجال ما ظهر كما قال المودودي، ما في دجال، وفتحت القسطنطينية وما ظهر الدجال، ما حاجتي أن أؤمن بأن رجل يظهر في آخر الزمان ليس في جيلي ويكون من شأنه كذا وكذا، لا نحتاجه للإيمان، كحاجة للإيمان، تبرير الإيمان. رسالة الإيمان أن أؤمن بربي وأستقيم في سلوكي أو مسالكي، وأن أترك الدنيا كما قلت لكم بعد أن أولي وأدبر عنها، أن أتركها أكثر طيباً وجمالاً ورحمة مما إيه؟ مما وفدت عليها. هذا الإيمان وهذا تأسيسه للحياة وهذه رسالته. أما أخبار وأشياء بعدين حتحصل بعد 1000 2000 سنة، ما علاقتي بهذا؟ هذا ليس من صلب الإيمان. على كل حال، من شاء أن يؤمن به أنا أقول له لك أن تصدق به، لكن لا تجعله أصلاً من أصول الإيمان، بمعنى أن من خلا منه وعنه ولم يعلم به أو أنكره، إياك أن تكفره كما كفروني قبل أسبوع لأنني أنكرت عودة عيسى. طبعاً لم يعالجوا أدلتي ولم يقبلوا المناظرة فيها، ثم كفروا، عالجوها بالتكفير، قال لك طبعاً كافر، أرسلها إرسال المسلمات دون أن يطرف له جفن، كافر كافر كافر، لأنها من أصول الدين، عندك آية من كتاب الله، لأنها تكذب كتاب الله، رجوع عيسى مكذب لكتاب الله في مواضع كثيرة، اليوم أوقفناكم على الجديد منها، هل تكفرون بها؟ شيء غريب وعجيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبات عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.